ادخله الى دارة الشرع ليكتب فيه، ثم يتحدث عن البخاري ومسلم وعن الشخصيات الاسلاميه وعن القران. هؤلاء يا اخي الفاضل لابد ان يعرفوا اقدارهم. فالحقيقه المؤسسات الشرعيه المصريه، الازهر الشريف، مجمع البحوث الاسلاميه، الاوقاف، كل الهات الشرعيه يجب ان نستنفرها للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ان هذه الصحف لابد لها من وقفه، يعني قبل ان يكتب فيها من يكتب لابد ان اذا كان له صله بالشرع يا شيخ حامد لابد ان يكون هناك هيئه شرعيه تجيز له ان يكتب ويجيز له ان يتكلم. لكن بهذه الفوضى، نحن نعيش في زمن الفوضى، اقولها مره اخرى، والفوضى ادت بنا الى الكفر. الله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء هنا هو النداء، يعني حتى في النداء لا تنادوا على رسول الله باسمه مجردة، يعني لا تقول يا محمد، هذا سوء أدب، لمجرد أن تنادي عليه باسمه مجردة. لكن لابد أن تعظمه، لتعظموه وتوقروه هذا التوقير. من حوالي أسبوع برضو حلقة في قناة فضائية، أنا هوقف حضرتك بس لأن معايا مداخلة مهمة جدا. نعم، بعد إذن حضرتك. تفضل تفضل. معانا الكاتب الصحفي الأستاذ خالد المصري، وهو يعني أحد الذين أجادوا مؤخرا وكتبوا وفضحوا يعني عوار هؤلاء وكشفوا كثير من المؤامرات التي تدبر في الخفاء. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، إزي حضرتك؟ الله يكرمك أستاذ خالد. حضرتك يعني لك رأي أكيد فيما يحدث. تحياتي للشيخ اسامه. حياكم الله شيخ خالد، بارك الله فيك. حياك الله شيخ، ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك. الله يحفظك شيخ خالد. حضرتك اكيد لك راي فيما يحدث. والله هقول لحضرتك، بدايه ان احنا لا تحفظ على قناه اليوم، على جريده اليوم السابع. نعم، يعني من فتره طويله معروف ان الجريده ديت ليها يعني ليها توجه معين، يعني هي الجريده الوحيده المصريه المفتوحه لمنكر السنه، يعني اي حد عايز يشكك في البخاري يشكك في مسلم يكتب مقاله في اليوم السابع بدون ما حد ما يعترض. نعم، فهي الجريده الوحيده موقعها الالكتروني هو اللي شغال على طول مفتوح لعقوبات المهجر، فنجد بعض قيادات عقوبات المهجر ليهم مقالات اسبوعيه ثابته موجوده في سواء كانت الجريده الورقيه او النسخه الالكترونيه لليوم السابع، وده شيء في حد ذاته خطير جدا. الحاجة الثالثة وهي الحاجة المهمة جدا، ان بعض بيانات اقباط المهجر اللي هي بتسيء، وانا للاسف الشديد يعني في بعض القضايا المصرية اساءة في منتهى يعني في منتهى السوء، دايما على طول بتنشر اليوم السابع بتنشر البيانات بتاعتهم وبتنقلها اول باول لقراء الجريدة. المشكلة اللي هي حصلت بالرواية بداية هي اليوم السابع اخطأت خطأ فادح جدا لما قدمت هذه الرواية على ان الكاتب هو قامه كبيره جدا في الثقافه المصريه، يعني قدمت هذا الكاتب وصورت للقارئ، يعني انا شخصيا لما قرات قلت ده اكيد واحد يعني ده توفيق الحكيم، يعني شخص قامه كبيره جدا، ونفاجئ قدمت ترجمه لهذا الكاتب وولد سنه كذا وعاش مش عارف فين وخريج معهد سينما قسم اخراج وفجأة توجه معين وكتبه ومش عارف ايه، واذ بنا نفاجئ بان هو اصلا ما اسموش انيس الدزوبي ولا السينما ولا خريج مؤهل عالي، وطلعت حقيقته للاسف الشديد حقيقه مذله جدا لاداره اليوم السابع، ان احنا نفاجئ بان هو اصلا ما اسموش انيس الدزوبي وبان هو كاتب مجهول وبان هو اصلا دبلوم تجاره، ونفاجئ بان الموقع الالكتروني الجريده يقدم روايه على هذا المنوال، ونشر اليوم بعض التقارير الصحفيه اللي تؤكد بان جريده اليوم السابع هي اللي ادعت بان حصل اختراق او عمليه هاكر. اللي هو موضوع الهاكر الالكتروني، موضوع الهاكر. ايوه العمليه. نعم، موضوع الهاكر لما القناه الثانيه اللي هي التابعه للجريده بدات تتكلم وتقول ان المسلمين قالوا كلام فزيع على الاقباط وقالوا كلام فزيع على كذا، قالوا بان طبعا عمليه اختراق اليوم السابع نشر في جرائد عالميه، قال لك جريده مصريه بتتعرض للاختراق لمدة ساعة من هاكرز إسلامي بسبب الرواية المسيئة، وتفاجئ بأن في بعض التقارير الصحفية نشرت اليوم بتقول بأن جريدة اليوم السابع اللي اتعمل عليها هاكرز ولا حاجة ولا حصل عملية اختراق، وكل اللي تم إنها تمثيلية معمولة. أنا شخصيا أتعجب من هذا التوجه صراحة، يعني وأنا مستاء
جدا من بعض المواقف اللي بتقول احنا نقبل الاعتذار. هذا الاعتذار هو اعتذار مذل، من الذي يقبل هذا الاعتذار؟ وهل اصلا، وده سؤال انا بساله للشيخ اسامه، هل يحق للمسلم ان يقبل اعتذار لاهانه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يعني اذا كان النبي قد اهين في هذه القناه بهذا الاسلوب وبهذا الشكل، هل يحق لي انا كمسلم زي ما احد الشيوخ في الفضائيات امبارح بيقول والله انا عن نفسي انا حزين صراحه، هذا الشيخ يعني انا مش عارف على اي اساس بيتكلم، يقول حزين ان يتم الاعتذار، انا حزين بسبب هذا الامر، ولكن الاعتذار انا اقبل هذا الاعتذار، على اي اساس هذا الشيخ يقبل هذا الاعتذار؟ مش عارف. خالد انا ليا سؤال عند حضرتك. المسلم ان يقبل اعتذار وجه للنبي، يعني ان يقبل اهانه وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول انا اقبل هذا الاعتذار. استاذ خالد، عن معلش نقطه اخيره، اهانه الشيخ ابو اسحاق حفظه الله، الشيخ ابو اسحاق في احدى القنوات يعني ده الشيخ مستميت عن هذا الموضوع، اهين الشيخ ابو اسحاق من قبل هذا الـ من قبل كاتب اللي هو دبلوم تجاره، طلع على احدى الفضائيات المسيحيه وهو يقول من هو الشيخ ابو اسحاق، ويقلل من شان الرجل ويتهم في اهل بيته. انا بصراحه مستغرب، يقول الشيخ ابو اسحاق حاجه بصراحه انا مش عارف بصراحه يعني. شكرا جدا استاذ خالد، جزاكم الله خيرا على هذه المداخله. اما شيخنا واستاذنا ومحدث العصر الشيخ ابي اسحاق الحويني فاقول له ان الذبابه لما وقفت على النخله قالت استعدي ايها النخله فانني راحله، قالت ما شعرت بك وانت واقفه فكيف اشعر بك وانت راحله، وانما مثله كمثل كلب كان جائعا فراى قمرا فظنه رغيفا فنبحه فقالوا هذا كلب ينبح القمر، فلا حرج وما على العود الفواح من حرج أن مات من شمه الزبال والجعل. هذه كلها لا تعيب في شيخنا، والعيب إذا خرج من أهل العيب فليس بعيب، ولكن العيب أن يسكت على مثل هؤلاء. شيخنا أنا سأعيد السؤال الذي ذكر أستاذ خالد وهو سبقني به، هل مجرد الاعتذار كافي ولا الإغلاق زي ما أغلقت عشان برسوم المحروقي وأغلقت عشان نور الشريف وخالد أبو النجا وعلشان حمد الوزير؟ للأسف الشديد اليوم الأستاذ منتصر الزيات كتب مقالا في اليوم السابع للأسف قرأته، قال توجهت للنائب العام أنا واحد المحامين معنا هذه الجريدة التي فيها تعريض لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، فالنائب العام أشر فتأشيرة يعني ما أعجبته الأستاذ منتصر كما يقول، فقلت في نفسي لو أن أحدا سب فخامة الرئيس أو سب رمزا من رموز أحد الدول، ونحن لا نقبل هذا، نحن نقبل هذا، أو سب أحدا من رموز الدول العربية أو الإسلامية، هاجت الدنيا وما وقفت، وكما تفضلت المستشار مرتضى منصور دخل السجن بتهمة أنه سب النائب العام، قال حسبي الله ونعم الوكيل بهذه التهمة. وأنا أقول لهؤلاء جميعا أين 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 دينكم الذي يدفعكم ويلزمكم بالدفاع عن نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ ألا تتحركون؟ هذا معناه موت العقيدة في صدور هؤلاء الشيخ حامد، إن شخص رسول الله لم يعد يحرك عندهم شيء، شأنه شأن أي أقل من 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 هؤلاء جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا معناه عدم تعظيم شعائر الله. الشيخ ابن تيمية له كتاب رائع اسمه الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول، وما هو بقى حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه قال ان الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ليس له توبه. لماذا؟ لان التوبه تقبل في حال حتى رسول الله يعني يعتذر لرسول الله ورسول الله يعفو عنه، اما بعد موته فلا يملك احدا ان يقبل الاعتذار الا النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي غير موجود. هذا راي لشيخ الاسلام رحمه الله، صيانه لجناب النبوه. لان النهارده واحد هيشتم، هيطلع يقول محاكمه النبي محمد، الليالي الحمراء للنبي محمد، هيقول انا اعتذرت، انا اسف. نعم، ده اذا كانت اسف واعتذر ليه مش في احدهم كتب الجنس في حياه رسول الله؟ ده دي واحده في جلده الفجر، دي واحده كتبت الحب والجنس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هيتوب هيطلع واحد ثاني يشتم وهكذا وهكذا وهكذا. نعم. لذلك انا يعني القي بناحة اللوم على المؤسسات الدينيه في مصر، خاصه مؤسسه الازهر الشريف التي يجب أن تكون سيفا صارما مسلولا بتارا على هؤلاء. نعم. مش ممكن بأي حال من الأحوال
إن الأزهر يرى هذه المهانة، والشيخ الأزهر رجل فلسفي ورجل بتاع عقيدة ورجل يعني ما شاء الله ولا يخبر بالله ولا يخبر. طيب ليه السكوت؟ يعني حتى هذه اللحظة في سكوت عجيب، يعني طلع وزير، طلع فنان، طلع أي حد يشتم في الشرع سكتين، طلع واحد مغمور بس يعني حسكالة لا يساوي خردلة والله العظيم يسب في النبي صلى الله عليه وسلم. فين المؤسسات الدينية؟